بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 50 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين. أخونا عرضنا له بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: هل يجوز الإطعام 10 مساكين بمبلغ من المال في حالة كفارة اليمين، وما مقدار ذلك؟ وهل يجوز إعطاؤها أسرة واحدة مكونة ومن 10 أشخاص؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كفارة اليمين قد ذكرها الله تعالى بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. بينا في هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين تتكون من خصال 3 مخير بينها، وواحدة مرتبة. أما 3 المخيرة فهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني رقبة. وأما المرتبة فهي الصيام. إذا لم يجد واحدة من هذه الأمور 3، الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإنه يصوم 3 أيام. والإطعام يكون بإعطاء 10 مساكين، يعني فقراء، إعطائهم كل شخص منهم 1/2 صاع من الطعام، ومقداره بالكيلو، كيلو ونصف تقريبا، من الطعام الذي يؤكل عادة في البلد. والكسوة يكون لكل مسكين ثوب على حسب عرف البلد، إما ثوب قميص وإما إزار ورداء حسب عادة البلد. والعتق يكون بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. وأما دفع الدراهم بدلا من الكسوة أو بدلا من الإطعام أو بدلا من العتق، دفع الدراهم وإعطاها 10 مساكين، هذا لا يجزي، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالإطعام أو الكسوة أو العتق. العدول عن ذلك بدفع الدراهم مخالفة للنص، ومخالفة النص لا تجوز. وأما إذا كان 10 كلهم في بيت واحد فلا بأس أن يدفعها إليهم، لأن المقصود إطعام 10 مساكين سواء كانوا متفرقين أو كانوا مجتمعين في بيت واحد. يسأل أخونا قضية أخرى، يقول: من كان له أخت من الرضاعة فهل أخواتها الأكبر والأصغر منها يكونون إخوة له وكذلك العكس؟ نعم، إذا رضع الشخص من امرأة 5 رضعات معلومات في الحولين صار ابنا لها، وصار أخا لجميع أولادها الذين هم أكبر منه والذين هم دونه. كل من ولدته هذه المرأة فإنهم إخوة له، من ولدتهم هذه المرأة التي أرضعته يكونون إخوة له، سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه أو مساوين له، وسواء كانوا من زوج واحد أو من عدة أزواج، كلهم إخوة له. أما إخوته هو فإنهم لا يكونون أبناء لهذه المرأة، ولا علاقة لهم بهذا الرضاع، لأن الرضاع لا ينتشر على حواشي الرضيع، وإنما ينتشر على الرضيع نفسه وعلى فروعه، على الرضيع نفسه وعلى فروعه، وهم أولاده وأولاد أولاده وإنسهم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه يسأل ثلاثة أسئلة. في أحدها يقول: ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ وهل الإنسان حينما يصلي كيف تكون نية الصلاة؟ هل يقول نويت أصلي الفجر أو يقول نويت أصلي الصبح؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الفجر هي صلاة الصبح بلا شك، سميت صلاة الفجر أو صلاة الصبح لأنها تجب بطلوع الفجر أو طلوع الصبح، والفجر هو الصبح، لا فرق بينهما. أما التلفظ بالنية فلا يجوز، هذا بدعة، لا يقول نويت أصلي الصبح ولا نويت أصلي الفجر، لأن هذا بدعة محدثة، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية عند الصلاة أو عند الوضوء أو عند الطواف أو عند غيرها من العبادات، إلا ما ورد في الإحرام وفي ذبح الهدي والأضحية، هاتين المسألتين فقط، وما عداهما من العبادات فلا يذكر النية بلسانه، بل يكفي ما في قلبه، والله تعالى يعلم ما في الصدور، قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. جزاكم الله خيرا، هل لا بد بكل صلاة من استنجاء؟ لا، إذا استنجى الإنسان مرة واحدة كفى، ما لم يكرر قضاء الحاجة، إذا تبول أو تغوط فإنه يستنجي، ثم يبقى على هذا الاستنجاء إلى أن يحصل منه خارج آخر غير الريح، أما الريح فليس لها استنجاء، إنما الاستنجاء من البول أو الغائط، يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة مرة واحدة، يعني فترة واحدة، استنجى بالحجارة يكون بثلاث أحجار أو بثلاث مساحات منتية ويكفي هذا، فإذا أراد أن يتوضأ فإنه يتوضأ من غير استنجاء، إذا كان قد سبق أنه استنجى ولو في أول النهار. الاستنجاء ليس هو من أحكام الوضوء، وإنما هو من إزالة النجاسة، ويشترط أن يسبق الوضوء إذا كان خرج منه خارج من بول أو غائط، إنه يستنجي قبل أن أو يستجمر قبل أن يتوضأ، بقوله صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك ثم توضأ، يعني إذا خرج منه شيء، أما إذا لم يخرج منه شيء فإنه يكتفي بالوضوء. الحمد لله. جزاكم الله خيرا، يقول: إذا أدركت مع الإمام التشهد الأخير وجاء رجل وصلى ورائي وكنت في صلاة جهرية أي المغرب أو العشاء مثلا، هل أجهر بالفاتحة وآيات من الآيات الأخرى من أي سورة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا ينبغي للمسبوق أن يكون إماما، فإذا جاء إنسان وأدرك الإمام يصلي بالناس فإنه يدخل معه، فإذا سلم فإنه يقوم ويأتي بما فاته من الصلاة يتمم صلاة، ومن دخل فإنه لا يجعل هذا المسبوق إماما له، هذا الداخل ينتظر أن يدخل ناس آخرون فيصلي معهم أو يصلي وحده إذا لم يأتي أحد، وإن قام أحد من المصلين وصلى معه تصدق عليه بذلك فهذا مستحب، فيكون له نافلة. قال صلى الله عليه وسلم: لما دخل رجل والناس قد صلوا قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فإذا قام أحد المصلين وصلى معه يكون جماعة فهذا أفضل، ويكون نافلة لهذا المصلي. أما أن يدخل ويأتم بمسبوق قام يتمم ما فاته من الصلاة فهذا غير مستحسن، لأن المأموم لا يصير إماما في أثناء الصلاة إلا في حالة الاستخلاف استخلافه الإمام، وهذا ليس مستخلفا من الإمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سعاد عين: إن والدها توفي، ولما اعتدت والدتها لاحظت عليها الأشياء التالية: أولا أنها لا تلبس إلا ملابس البيضاء، وتغطي المرآة، ولا تغتسل إلا يوم السبت فقط، ولا تنام على السرير بل على الأرض، ولا تخرج من البيت أبدا حتى تنتهي العدة، هل هذا صحيح أم أنه من البدع؟ جزاكم الله خيرا. كله غير صحيح، إلا مسألة واحدة وهي عدم الخروج من البيت. المعتدة عن الوفاة تلازم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن لو عرض لها حاجة ضرورية أو كانت يضيق صدرها من البقاء في البيت وتخرج إلى جاراتها في النهار فلا بأس بذلك، خروج الحاجة في النهار لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأزواج الشهداء الذين أشهدوا في أحد، رخص لهن أن يجتمعن في النهار ويتحادثن لأجل تزول لهن الوحشة وضيق الصدر، وأمرهن عند الليل أن ترجع كل واحدة إلى بيتها. هذا بالنسبة لزوم البيت.
البيت. وأما ما ذكره السائل من غير البقاء في البيت فكله غير صحيح. النظر في المرآة يجوز لها، ويجوز لها أن تغتسل حسب الحاجة، ولو كل يوم أو كل فترة قريبة أو بعيدة حسب الحاجة، ولا يتعين عليها لباس خاص من الأبيض أو الأسود، وإنما تلبس ما جرت عادة النساء البلد بلبسه، ولكن لا يكون فيه زينة. فالمحبة تلتزم بأربعة أشياء: أولا ترك الزينة في لباسها، وثانيا ترك الزينة في بدنها، لأن لا تلبس الحلي ولا تعمل الأصباغ التي تجملها، لا تتجمل بالأصباغ والمجملات التي كانت تستعمل في غير العدة والمساحيق وغير ذلك، تتجنبها. وثالثا تتجنب الطيب، فلا تتطيب في بدنها ولا في ثيابها، ولا تتعمد استعمال الطيب، ولا تستعمل شيئا مطيبا من الصابون أو من المواد. أما الصابون الخالي من الطيب فإنها تستعمله، تستعمل السدر وتستعمل الحنة وتستعمل ما تصلح به شعر رأسها، ما يصلح شعر رأسها وينظفه من السدر أو سائر المنظفات التي ليس فيها طيب. وتنظر في المرآة وتنام على السرير، ولا تترك السرير من باب أن هذا من الأحداث، لا، هذا لم يمنع منه. تنام على السرير أو على الأرض حسب ما اتفق لها وحسب ما هو الأرفق بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا خرجت عند زاراتها لتقضي بعض الوقت شغالة، إذا كان هذا لحاجة، إذا كان يريق صدرها، ليس عندها في البيت من يؤنسها ويريق صدرها أو تستوحش، إنها تخرج في النهار عن زاراتها. أما إذا كان عندها من يؤنسها وليست في حاجة فإنها تبقى في البيت. بارك الله جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: هل على الإنسان أن يجهز الكفن قبل أن يموت؟ وما هي الروائح والطيبة التي توضع مع الميت بالنسبة للرجل وللمرأة؟ وإن كان هذا بدع فماذا نفعل لأولئك الذين تعمدوه من الآن؟ جزاكم الله خيرا. تهيئة الكفن هذا ليس بمطلوب، الإنسان يعتمد على الله ويتوكل على الله، وإذا حضر الأجل يسر الله له الكفن. إعداد الكفن هذا لا أعلم له مشروعية، ولكن على الإنسان أن يستعد بالعمل الصالح. نعم الموت يحتاج إلى استعداد، لكن لا يعتد له بالكفن ما أشبه ذلك، وإنما يعتد له بالعمل الصالح والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والخروج من المظالم وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. هذا هو الذي يستعد به للموت ولقاء الله سبحانه وتعالى. وأما الطيب الذي يجعل الميت بعد تغسيله ويجعل في أكفانه هو الطيب المعتاد، الطيب المعتاد المتغسل عند الناس من أي أنواع الطيب للرجال وللنساء. إذا فرغ من تغسيله فإنه إن حصل أن يعمل عليه شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة، وأن يعمل شيء من الكافور الغسلة الأخيرة على بدن الميت، لأن الكافور طيب الرائحة، وأيضا يقول أنه يصلب جلد الميت. وكذلك ما تيسر من الطيب يجعل على مغادم جسمه وعلى مواضع السجود منه يجعل شيئا، وهذا يسمى بالحنوط. هذا الطيب يسمى بالحنوط، وهو أخلاط من الطيب تجعل على مغادم الجسم وعلى مواضع السجود منه. وأي طيب تيسر فإنه يكفي، وكذلك يرش الكفن منه. وهذا الطيب سنة ليس بواجب، إن حصل وإلا فإنه سنة بحق الميت الرجل أو المرأة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الجزائر بتوقيع أحد الأخوة، يقول المرسل عين حا يسأل ويقول: أريد أن أعرف ما هي صلاة النافلة، وهل هي نفسها صلاة الوتر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. صلاة الوتر من النافلة، صلاة النافلة أعم من الوتر، والوتر هو آكد النوافل، كذلك ركعة الفجر آكد النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو الوتر ولم يكن يدع ركعتي الفجر، يعني النافلة الراتبة التي قبل الفجر لم يكن يدعهما صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. من نوافل كثيرة، منها صلاة الضحى، ومنها صلاة الليل، منها تحية المسجد، ومنها الرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أو أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها هذا أفضل، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان الفجر، هذه تسمى الرواتب، وهذه سنن مؤكدة. كذلك الوتر، كذلك صلاة الليل، ما تيسر من صلاة الليل، صلاة الضحى، وما زاد عن ذلك فإنه أفضل وأكثر أجرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز
المرأة أن تلمس الكتاب الدراسي كتاب التفسير وعليها العذر الشهري؟ لا بأس بذلك، أن الحائض تلمس كتاب التفسير، كتاب الحديث، كتاب الفقه، لا بأس بذلك. إنما الممنوع لمسها مباشرة للمصحف الشريف، لا تلمس المصحف الشريف مباشرة إلا من وراء حائل، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. جزاكم الله خيرا. وضع المراهم والدهون على البشرة هل يمنع وصول الماء عند الوضوء؟ وكذلك قناء الأظافر أفيدونا جزاكم الله خيرا. الدهون والمراهم التي ليس لها جرم يتجمد على الجلد لا مانع من استعمالها ولا تمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن المقصود جريان الماء الوضوء على البشرة، والدهن لا يمنع من ذلك. أما الطلاء الذي يكون على الأظافر إذا كان يتجمد وله جرم كالمناكير فهذا لا يجوز ولا بد من إزالته، وكذلك البويات التي تتجمد فإن هذه لا بد من إزالتها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها. أما الأصباغ التي ليس لها جرم يتجمد وإنما هي مجرد لون ومجرد صبغ كالحنة وما أشبهه هذا لا بأس به ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جزار رسالة بتوقيع إحدى الأخوات تقول المرسلة أم محمد تسأل وتقول زوجي مات وعليه صيام شهر رمضان، هل أصوم بدلا عنه أم لا؟ جزاكم الله خيرا. المسألة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على أن ما وجد بأصل الشرع من الصيام لا يقوم به الغير لأنه عبادة بدنية لا تقبل النيابة، مطلوب من المسلم أن يؤديها بنفسه ولا يقوم غيره مقامه. وإنما ورد أنه يصام عن الميت في صيام النذر، قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي رواية صيام نذر، فهذه الرواية مقيدة للرواية المطلقة تبين أنه إنما يصام عن الغير في صيام النذر. ومن العلماء المحققين من يرى أنه يجوز الصيام عن الميت عموما سواء ما وجب بأصل الشرع كصيام رمضان أو ما وجب بالنذر، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولأن الميت يحج عنه ويعتمر عنه وهذه عبادات دخلتها النيابة، فكذلك الصوم مسألة خلافية. وعلى كل حال إذا صام عنه فنرجو أن ذلك ينفعه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.